مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية مطالبات بالتحقيق في مقتل العميد عدنان الحمادي. وفي موقع العربي يتساءل مئات الغائبين اليمنيين منذ عشرات السنوات، أين هم؟ وفي الأخبار المنوعة، نائب إيطالي يتقدم بطلب زواج من زميلته خلال جلسة البرلمان. تصدر خبر مقتل قائد اللواء 35 في تعز عدنان الحمادي المواقع الإخبارية اليمنية، وتحدثت المواقع عن الخسارة التي مني بها الجيش الوطني في تعز بمقتل الحمادي. وآخر الأخبار المتعلقة بالحدث عنوان موقع مأرب بريس، مرسوم رئاسي مرتقب للتحقيق في مقتل واحد من أشهر قيادات الجيش الوطني في اليمن. ونقل الموقع حديث محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، والذي أعلن فيه أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيصدر مرسوما رئاسيا بالتحقيق في مقتل قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي. وقال شمسان في تغريدته على حسابه في تويتر إن الرئيس هادي سيصدر قرارا بتشكيل لجنة من الجهات العليا للتحقيق في استشهاد الحمادي. وكان العميد الحمادي توفي في وقت سابق متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق شقيقه جلال النار عليه في منزل القائد العسكري بمنطقة بني حماد في مديرية المواسط جنوب تعز، فيما يتهم آخرون ما أسموها أياد آثمة امتدت إلى العميد الحمادي غيلة وقتلته غدرا. وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان كتب عن مقتل العميد عدنان الحمادي وقال: اغتيال تعز، لكن تعز ولادة، يريدون تعز بلا أبطال، يريدون اليمن بلا رجال. قبل 3 سنوات أبعد المقاتل حمود المخلافي عن تعز عنوة وبلا أسباب، كان اغتيالا بالإبعاد، واليوم يغتالون العميد القائد عدنان الحمادي في قلب تعز، اغتيال بالقتل المباشر وفي عز النهار. إما أن تغادر أو سيتم ضربك بالاغتيال أو بالإهمال. اغتيال العميد عدنان الحمادي في هذا التوقيت ليس صدفة، حتى لو تم القبض على الجاني أو قتله كما قيل. تعيش البلاد اغتيالاً مستمراً منذ أشهر، بل منذ سنوات. ثمة ضرب مستمر بالاغتيال وبالإهمال وبالضغوط وبالاتفاقيات وبالتهديد. الذين أبعدوا المخلافي عن تعز في 2016 هم أنفسهم الذين أبعدوا هادي والحكومة عن عدن في 2019، وهم الذين اغتالوا بالغدر أبطال الجيش على أبواب عدن قبل أشهر. اغتيال عدنان الحمادي اليوم كقائد عسكري وتعبير عن خوف من مستقبل ودور محتمل لقائد في تعز تحديداً، قائد لليمن القادم بشكل عام. لا يريدون رؤساء، يريدون أذيالا. بعد أن نهبت المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمدارس، اتجهت ميليشيا الحوثي نحو فئات أخرى. وعنون موقع الصحوانت: حج ميليشيا الحوثي تلاحق عمال المهن وتفرض عليهم ضرائب مالية كبيرة، حيث شك عمال المهن الحرة بالمحافظة من تعرضهم لعمليات نهب من قبل الحوثيين الذين فرضوا عليهم مبالغ مالية باسم الضرائب. وقالت مصادر محلية مطلعة في تصريح للصحوانت إن ميليشيا الحوثي في مركز المحافظة ومعظم المديريات شكلت لجاناً لملاحقة عمال المهن الحرة. ولكن ما هي هذه الأعمال الحرة التي يلاحقونها؟ ووفقاً للموقع فإن المطاردين أو المطارين يعملون في السباكة وأعمال البناء والدهان وغيرها من الأعمال التي يقتات منها من لا وظائف لهم. وذكرت المصادر أن من يفرض الدفع أو يرفض الدفع يتعرض للبطش أو السجن والدفع تحت التهديد، في الوقت الذي تعيش فيه المحافظة حالة من الركود الاقتصادي والوضع المعيشي السيء. إذا كنت لا تعرف عدد قطع الآثار اليمنية التي تم نهبها وتهريبها من اليمن، فسيتكفل الباحث الأمريكي ألكسندر ناجل بإخبارك. وعنون موقع أنسوم الذي يعنون: خبير أمريكي، أكثر من 1,000,000 قطعة آثار يمنية مهربة ومنهوبة. ويؤكد ألكسندر ناجيل أن معظم المستشرقين الذين زاروا اليمن منذ فترة طويلة وخصوصا من أمريكا كانوا يقومون بأعمال دراسات وتنقيب، لكنهم كاذبون، فهم تجار آثار.
وأضاف الباحث من مؤسسة سميث سونيان بأمريكا خلال ورشة مكافحة الاتجار غير المشروع بالموروث الثقافي التي تعقدها اليونسكو حاليا في جيبوتي، لقد عملوا على تهريب عدد كبير من الأثار إلى أمريكا، ويصل عدد القطع المهربة إلى أكثر من مليون قطعة أثرية، مشيرا إلى أن ثروة أحدهم التي جناها من الأثار تقدر بحوالي 34 مليون دولار. يضيف: للأسف الشديد الكثير من المتاحف والمجموعات في أمريكا تستقبل وتعرض القطع دون التحقق من مصدرها. خارطة إنهاء الحرب في اليمن تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: كل التجارب التي عملت على إنهاء الحروب وأغفلت حقيقة أن تحقيق السلام وإنهاء الحرب عملية مترابطة ومتداخلة لم تحصد غير نتيجة واحدة وهي الخيبة، وأقل الخيبات درجة كانت في معظم الأحيان هي الانتقال من حرب البارود إلى الحرب الباردة بما توفره من شروط وأسباب لحروب لا تتوقف. شحنة التفاؤل بالسلام في اليمن التي تبرز بين حين وآخر والتي يتطلع إليها اليمنيون بترقب وآمال عريضة غالباً ما تعصف بها محاولات البحث عن سلام يتعايش مع الأسباب التي أنتجت الحرب، أي سلام مفخخ بجولات أخرى من الصراعات والحروب، لأن هذا النوع من السلام لا ينهي الحروب وإنما يمنح الأطراف المختلفة فرصة لتعبئة قواها لجولات أخرى. منذ فترة يلاحظ أن الحرب في اليمن أخذت تتجه نحو التبريد مع إخفاق واضح في إطلاق عملية السلام، لا لشيء إلا لأن محاولات إنهاء الحرب لا تصاحبها إرادة لإنهاء أسبابها. على صعيد آخر وبصورة تعكس هذا الوضع الملتبس، أخذ المشهد يزدحم بسياسات ذات أهداف متداخلة وحرائق تشتعل هنا وهناك كتعبير عن عمق وتشعب الأزمة على أكثر من صعيد، غير أن أبرز مظاهره هو إجهاد ذاكرة اليمنيين بغبار معارك جانبية بهدف نسيان الأسباب التي أغرقت بلدهم في هذه الحرب الكارثية وعصفت بالجهد الوطني الذي كان يبحث عن مخرج من الأزمات التي أثقلت البلاد بالصراعات وأنظمة الغلبة وعدم الاستقرار. وهذا هو الجذر السياسي للمشكلة. يمكن القول إننا أمام وضع لا يختلف عن الحالات المشابهة التي شهدها العالم في مناطق كثيرة والتي فشلت أطرافها المعنية في حسم نزاعاتها، وهي حالات واجهتها كثير من الأمم حيث يصر فيها البغي على موقفه ويعجز معه الحق عن ردعه. مضت سنوات طويلة وعشرات العائلات اليمنية تعيش مأساة البحث عن أقاربها الذين غابوا أثناء هجرتهم إلى خارج الوطن من أجل العمل ثم اختفوا فجأة في ظروف غامضة. موقع درج نشر تقريرا تحدث فيه عن المختفين في اليمن وعنوان الموقع: مئات الغائبين اليمنيين منذ عشرات السنين، أين هم؟ وقال الموقع إنه لا توجد أرقام أو إحصائيات عن عدد الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم وذويهم فجأة، وهم بالمئات، بعضهم مضت على غيابه عشرات الأعوام. بين هؤلاء الغائبين أيضا نساء وأطفال وحالات في سن الكهولة. وعلى الرغم من أن مأساة الغائبين في اليمن قديمة بالتزامن أو بالتوازي الزمني نفسه مع هجرة مئات الآلاف من العمال اليمنيين عبر السنين إلى دول الجوار، فإن عوامل ومحفزات اجتماعية ونفسية تلعب دورا رئيسيا في تنامي ظاهرة الغياب الغامض في هذا البلد الفقير. ويورد الموقع قصصا للاختفاء، منها قصة رجل بلغ من العمر 100 عام وما زال ينتظر أن يرى وجه ابنه صالح الذي ذهب للغربة في الخليج. صالح كان بارا بأبيه وكان يتكفل بمصاريفه دوما حتى عام 2000 عندما توقف التواصل فجأة ولم يستطع الأب الحصول على أي معلومات سارة أو حزينة عن ابنه الذي اختفى تماما. كان الأب قبل ابنه مغتربا في السعودية ولديه الآن أمنية واحدة هي أن يرى ابنه قبل رحيله عن الدنيا، يقول: أرجو من الله أن يمنحني هذه الفرصة قبل موتي. كانت الجلسة في البرلمان الإيطالي مخصصة لمناقشة قضية إعادة الإعمار بعد الزلازل، لكن أحد النواب ناقش أمراً آخر. ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، نائب إيطالي يتقدم بطلب زواج من صديقته خلال جلسة البرلمان،
وقالت الصحيفة إن نائبا في البرلمان الإيطالي تقدم بطلب الزواج من صديقته، وذلك أثناء كلمته في البرلمان خلال جلسة حول إعادة الإعمار بعد الزلازل. وقدم النائب فلافيو دي مورو، وهو عضو في حزب الرابطة اليميني المتطرف، بطلب الزواج، بينما يستعد النواب للتصويت على تدابير لمساعدة مناطق وسط إيطاليا التي ضربتها الزلازل في عام 2016. واستغل النائب دي مورو كلمته وقال لخطيبة أليسا دي ليو: هل تتزوجينني؟ ما تسبب بمفاجأة لدى الحضور والمشاهدين. وقال دي مورو خلال كلمته: نحن رجال المؤسسات مشغولون كل يوم بحالات الطوارئ الوطنية، مشغولون بالمناقشات السياسية، وغالبا ما نهمل القيم الحقيقية ونهمل الأشخاص الذين يهتمون بنا ونهمل من نحبهم. وتابع: لا يشبه هذا أي يوم آخر بالنسبة لي، إنه يوم مختلف، إنه يوم بطابع خاص. وقام بعدها بإخراج خاتم الزواج من أسفل مقعده ورفعه نحو الجهة التي تقف فيها شريكته أليسا التي كانت جالسة في مقصورة في الأعلى، ويقول: أليسا، هل تقبلين بالزواج بي؟ لترد: موافقة. مجلة الإيكونومست نشرت تقريرا خاصا عن اللامساواة بين البشر من حيث الدخل والإنفاق وكلفة الحياة والتعليم. وقالت المجلة في جزء من تقريرها: حتى في عالم يحكمه الاستقطاب والأخبار المزيفة ووسائل التواصل الاجتماعية، ثمة بعض المعتقدات التي تظل عالمية ومركزية لصنع السياسات اليوم، وليس بينها ما هو أبعد تأثيراً من فكرة أن اللامساواة ارتفعت في العالم الغني، ويقرأ الناس عن هذه الفكرة في الصحف ويسمعونها من السياسيين ويشعرون بها في حياتهم اليومية. ويشكل هذا الاعتقاد حافزاً للشعبويين الذين يقولون إن النخب الحضرية الأنانية سحبت سلم الفرص بعيداً عن متناول الناس العاديين. وقدم الاعتقاد عوناً لليسار الذي اقترح طرقاً أكثر تطرفاً لإعادة توزيع الثروة، كما أنه أثار القلق بين جماعة أقطاب الأعمال الذين يدعي الكثيرون منهم الآن السعي إلى تحقيق هدف اجتماعي أعلى، خشية أن ينظر إليهم على أنهم مشاركون في نموذج للرأسمالية يعرف الجميع أنه فشل. من نواحٍ كثيرة كان هذا الفشل حقيقياً، فالفرص محدودة، وكلفة التعليم الجامعي ارتفعت لتتجاوز قدرة العديد من الأسر وفي جميع أنحاء العالم الغني. مع ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل أصبح من الصعب تحمل تكاليف العيش في المدن الناجحة التي تحتوي على معظم الوظائف. وفي الوقت نفسه أدى تآكل الصناعات القديمة التي أصابها الصدأ إلى تركيز الفقر في مدن وبلدات معينة، وخلق جيوب حرمان واضحة تماماً للعيان. وإلى حد ما تزداد حالات عدم المساواة في الصحة والعمر المتوقع سوءاً، ومع ذلك وبالتحديد لأن فكرة ارتفاع منسوب اللامساواة أصبحت اعتقاداً شبه عالمي، فإنها لا تتلقى سوى القليل من التدقيق. وهذا خطأ، لأن الأعمدة الأربعة التجريبية التي يرتكز عليها المعبد والتي لا تتعلق بالإسكان أو الجغرافيا وإنما بالدخل والثروة ليست قوية كما قد يعتقد المرء. وكما تظهر إحاطتنا لهذا الأسبوع، فإن هذه الركائز الأربع تتزعزع بسبب الأبحاث الجديدة. يمثل البلاستيك مشكلة بيئية ضخمة، إذ أن هناك ما يقرب عن 7.25 تريليون طن يغطي أرضنا ويملأ بحارنا. إنه في كل مكان، لكنه في كل مكان بطريقة مفيدة أيضا. فنحن بحسب البي بي سي بحاجة إلى البلاستيك، وقد أحدث بلا شك ثورة في الحياة في القرن العشرين. ولولا البلاستيك لما كانت هناك الموسيقى والأفلام المسجلة، كما أن الطب الحديث يعتمد بكثرة على البلاستيك. أكياس الدم والأنابيب والمحاقن وأجزاء السيارة والطائرة كلها تعتمد على البلاستيك، وهي التي سهلت علينا السفر حول العالم. إنتاج البلاستيك يتطلب حاليا حرق الوقود الأحفوري النفط وإطلاق ثاني أكسيد الكربون CO2، وهو أحد غازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ. لكن ماذا لو استطعنا إيجاد طريقة لصنع فرش نوم بلاستيكية أو أدوات بلاستيكية أو حاويات طعام قابلة لإعادة الاستخدام دون انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون أو حتى امتصاصه من الجو؟ في مركز المملكة المتحدة لاستغلال ثاني أكسيد الكربون، اكتشف الباحثون طريقة لصنع النايلون من غاز ثاني أكسيد الكربون.
يقول الدكتور بيتر سترينغ مدير المركز وأستاذ الهندسة الكيميائية والكيمياء بجامعة شيفيلد البريطانية، قال إنه ضرب من الجنون الاعتقاد بأنه يمكن صنع النايلون من ثاني أكسيد الكربون، لكننا قمنا بذلك فعليا. ويضيف: بدلا من استخدام الوقود الأحفوري كمادة خام، يمكن قلب الصناعة رأسا على عقب واستخدام ثاني أكسيد الكربون المهدور باستخدام حيل كيميائية، سيحدث هذا ثورة في قطاع البتروكيماويات. أجلي أكثر من 10,000 شخص يقيمون في الوسط التاريخي لمدينة تورينو الإيطالية لساعات، والسبب بحسب موقع عربي 21 تفكيك قنبلة إنكليزية عائدة للحرب العالمية الثانية. في المنطقة الحمراء في محيط شارع نيتسا وسط المدينة جرى إجلاء السكان، فيما طلبت أو طلبت من 50,000 شخص آخرين المغادرة أو ملازمة منازلهم اعتبارا من 7 صباحا. القنبلة الإنكليزية هي من طراز MK4 وهي محشوة ب65 كيلوغراما من الديناميت، وتم إلقاؤها قبل أكثر من 70 عاما من طائرات للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. وخلال عملية التفكيك جرى إغلاق المجال الجوي فوق تورينو وأوقفت حركة القطارات في محطة بورتا نوفا. خبراء المتفجرات نقلوا القنبلة المفككة إلى منطقة تسيري المجاورة حيث ستدمر بالكامل من خلال تفجيرها في موقع مهجور. عن مهام الحركات الديمقراطية العربية تحت هذا العنوان كتب عمرو حمزاوي مقاله في صحيفة القدس العربي: مهمة أولى تقع على عاتق الحركات الديمقراطية في العالم العربي تتمثل في العمل القانوني والمدني لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات المتكررة والدفاع عن الضحايا والتضامن مع ذويهم والإصرار على محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي تتصاعد اليوم بسبب الممارسات العنيفة التي تواجه بها بعض الحكومات احتجاجات المواطنين. أما المهمة الثانية فهي توظيف أدوات النقد الذاتي لإعادة النظر في منطلقات الحركات الديمقراطية العربية وإنتاج تقييم موضوعي لدورها الراهن والبحث عن سبل تعافيها مستقبلاً. يستحيل المزج بين الفكرة الديمقراطية وبين فهم للعلاقة بين المواطن والمجتمع ومنظومات الحكم يستند إلى تبرير احتكار المنظومات هذه لمؤسسات وأجهزة الدولة. ليست بلاد العرب باستثناء عن القاعدة السابقة التي تثبتها تواريخ البشر المعاصرة شرقاً وجنوباً كما غرباً وشمالاً. وليس الدفاع عن الفكرة الديمقراطية اليوم بممكن ما لم تستقر في الضمائر والعقول أولوية حق المواطن في الاختيار الحر وحق المجتمع في الحرية وواجب الدولة في ضمان العدل والأمن والتزام سيادة القانون. تورطت الحركات الديمقراطية العربية طويلاً في استدعاء حالة الاستثناء وخطاب الضرورة لشرعنة تأييد الحكومات المستبدة ومساندة ملوك الطوائف، ولن تجدد دماء الفكرة الديمقراطية في العالم العربي ويستثمر معرفياً وسياسياً الحراك الاحتجاجي الذي عادته إلى شوارع وساحات مدن السودان والجزائر والعراق ولبنان دون أن تمارس الحركات الديمقراطية العربية نقداً ذاتياً صريحاً لتواطؤها مع المستبدين والطائفيين ولمساومتها المتكررة. حين تتصاعد اليوم في نقاشات الديمقراطيين العرب أصوات الإدانة العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتعلو أصداء المطالبة بإحياء السياسة كنشاط حر وتعددي وتفاوضي وغير طائفي، وتتواتر الدعوة إلى مقاومة النهج الأمني المسيطر على مؤسسات وأجهزة الدولة، نكون إزاء تحولات إيجابية داخل الحركات الديمقراطية جوهرها التفاعل البناء مع الحراك الاحتجاجي والمساعدة في تخليق الأطر المعرفية والسياسية الملائمة له. صحيفة واشنطن بوست تنشر عدداً من الصور المنوعة التي توثق أحداثاً من مختلف أنحاء العالم، نتابع.
عندما تكون الرسوم مواضيع سياسية أو قصصا إنسانية أو تحولات اقتصادية، هنا تكون الرسوم الكاريكاتيرية. نتابع. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. إلى اللقاء.